كطاها في المصلى يا ترى أم على الأرض تهوى حيدرا ذاك طه في المصلى يا ترى أم على الأرض تهوى حيدرا يلا جاوبني إنه خاطب جليل رحل اليوم إنه خطب رحل اليوم راح يلا وانت ماشي أنا مجروح وجروحي يا طبيبي اسألني عنها أنا مجروح وجروحي يا طبيبي اسألني عنها مو من الطابر البداية والجروح وطنها والجروح أنا وطنها أنا مجروح وجروحي يا طبيبي اسألني عنها أنا مجروح وجروحي يا طبيبي اسألني عنها مو من الطابر البداية الجروح أنا وطنها الجروح أنا وطنها البداية الجروح أنا وطنها هي الجروح أنا وطنها اللي ربان بحنا في الظروف المؤلمة واللي حامت بكياني من نزل وحي السماء اللي ربان بحنانا في الظروف المؤلمة واللي حامت بكياني من نزل وحي السماء روحا فاضت فوق صدري والجريح ما أعظمه
بعدها أنا في مصيبة طاها ركني هالدمى بعد أنا في مصيبة طاها ركني هالدمى يا طبيبي إيش حالة اللي يدفني الأحبة أي دواء ينفع بعدهم أو يسلي قلب أنا حيدار عمري عشت طه روحي قربة من دفنت أشعر إني في عذاب وغربة ومن دفنت أشعر إني في عذاب وغربة أنا مجروح وجروحي يا طبيبي اسألني عنها يا طبيبي اسألني عنها مو من الطابر البداية الجروح أنا وطن يا أمير المؤمنين الجروح أنا مجروح وجروحي يا طبيبي اسألني عنها مو من الطابر البداية الجروح وطنها هي الجروح أنا وطنها هي اللي رباني بحنانة في الظروف المؤلمة واللي حامت بكياني من نزل وحي السماء روح فاضت فوق صدري وهالجريح ما أعظم بعدها أنا في مصيبة طه ركني هالدمى يا طبيبي إيش حالة اللي يدفني الأحبة أي دواء ينفع بعد هم أو يسلي قلبه أنا حيدار عمري عشت تلطاها روحي قربة ومن دفنت أشعر إني في عذاب وغربة ومن دفنت أشعر إني في عذاب كل صبر بي الدنيا يعجز يا طبيبي ضاهي صبري ما حد يتحمل مصايب مثل لا والله أدري اللي زوجني إلهي بها من دون البشر واللي عنها وعني واللي عنها وعني ربنا أنزل آيات وسور هجمة وعليها الأعادي والضلع منها انكسر وسقطها ومحسنها لم من خالف الدار انعصى سقطها ومحسنها لمن خالف الجدار انعصى
فاطمة هذي الحنونة شقد صعوب واضيعها وكل وجع بيتشو فأصلى من وجعها روحي معروفة صبورة والصبور طبعها اي ما قدر تصبر وانا انظر كسر ضلعها ما قدر تصبر وانا انظر كسر ضلعها فاطمة هذي الحنو نشقد صعب وضعها اي كل وجع بي تشوفه اصلا من وجعها اي روحي معروفة صبورة والصبر طبعها ما قدر تصبر وانا انظر كسر ضلعها ما قدر تصبر وانا انظر كسر ضلعها اللي زوجني الهي بيها من دون البشر واللي عنها وعني ربنا انزل ايات وسور هجموا عليها الاعادي والضليع منها انكسر وسقطوا محسنها لما انخلف جدار عصار سقطوا محسنها لما انخلف جدار عصار فاطمة هذي الحنونة شقد صعوب واضيعها كل وجع بي تشوفه اصلا من وجعها فاطمة هذي الحنونة نشقد صعوب واضعها اي كل وجع بي تشوفه اصلا من وجعها روحي معروفة صبورة والصبر طبعها ما قدر تصبر وانا ما قدر تصبر وانا انظر كسر ضلعها ما قدر تصبر وانا انظر كسر يا طبيبي السفر حانت هذا وعد الله ورسوله على راح بارك الله يا طبيبي السفر حانت هذا وعد الله ورسوله ضربته الباغ الدماغي وصلت وأدري مهولة سيف مسموم وأحس هالعمر باخر فصولة بانتظار الليل طه ولي مشتاق قلب توله اي دواء ينفع بعد عمري للموت استعد ما اظن اسلم بعد من هالزمان وضربته هدني فاقد المصطفى وفاطمة رمز الوفا هالجارح ما لاشفة والمثلي صعب حالته اي دوا ينفع بعد عمري للموت استعد ما اظن اسلم بعد من هالزمان وضربته هدني فقد المصطفى وفاطمة رمز الوفا هالجرح ما لاشفة والمثلي صعب حالته يا طبيبي اسمع سؤالي يمكن يخوف اذى الطبرة شايف انت انسان ميت يجرحونه بوسط قبره يجرحونه بوسط قبره حتى لو ارحل جروحي تكثر وما ظنها تبرى الحسن من يجرع السم
تشتعل في قبر جامرة ردك بطف كربلة تنظر هموم وبلة أي جرح تستقبله عندك دواوي ضمده الحسين ومحنته والسهم في لبته مين يداوي غربته وحده يظل بين العده وحده يظل بين العده أنا علي صبري الصبر مجروح وأنا بالقبر باكر إذا زينب بجت باكر إذا زينب بجت لها أجي وحمي الخدر لو خاطبتني يا علي في ليلة الوحشة عمر تورث جروحي وتتجه بالعائلة لدرب اليسر تورث جروحي وتتجه بالعائلة لدرب اليسور يلجت إلي يا راجي أدري صعب علاجي يلجت إلي يا راجي أدري صعب علاجي بس باقي ليلة وتسمعي الضجة من الدار خل أقرأ الوصية في ساعة المنية بوداعة الله والقلوب من كل جرح نار بوداعة الله والقلوب من كل جريح نار أنا علي صبري الصبر مجروح وأنا بالقبر أنا علي صبري الصبر مجروح وأنا بالقبر باكر إذا زينب بجت باكر إذا زينب بجت لها أجي وحمي الخدر لو خاطبتني يا علي في ليلة الوحشة أمر تورث جروح وتتجه بالعائلة لدرب اليسر تورث جروح وتتجه بالعائلة يلجيت إلي يا راجي أدري صعب علاجي يلجيت إلي يا راجي أدري صعب علاجي بس باقي ليلة وتسمع الضجة من الدار خل أقرأ الوصية في ساعة المنية خل أقرأ الوصية في ساعة المنية بوداعة الله والقلب من كل جرح نار بوداعة الله والجروح من كل جرح نار ذاك طه في المصلى.